مرحبا بكم مجددا في الدرس الثالث من الوحدة الأولى. سوف نتحدث في هذا الدرس عن نماذج استخدام التعلم الإلكتروني في التدريس ومقدار توظيفه، وتشمل التعلم أو النموذج المساعد، النموذج الممزوج، النموذج الكامل أو الخالص. وهذه النماذج هي المطبقة فعليا لدينا في جامعة الملك خالد. أولا النموذج المساعد أو المكمل Supportive e-learning، وهو نموذج مكمل أو مساعد للتعلم التقليدي بهدف دعم التعلم التقليدي من خلال استخدام بعض الأدوات مما تساهم في رفع الجودة وتقليل التكلفة. من الأمثلة والتطبيقات عليها قيام المعلم بتوجيه الطالب للاطلاع على دروس معينة على شبكة الإنترنت، قيام المعلم بتكليف الطلاب بالبحث عن معلومة كذلك على شبكة الإنترنت، توجيه الطالب لحل بعض الأسئلة على مواقع الإنترنت أو متابعة فيديو معين على شبكة الإنترنت. ثانيا النموذج الممزوج أو المدمج Blended e-learning، وفي يتم مز أو دمج التقليدي مع التعلم الإلكتروني بهدف دعم التعلم التقليدي، وكذلك يتم دعم هذا التعلم الإلكتروني وآخر تقليدي بهدف زيادة كذلك فعالية التعلم وتقليل تكلفته. من الأمثلة عليه أن يقوم المعلم بتدريس درس معين تعلم تقليدي داخل الفصل بدون استخدام أي وسائل تعليم إلكتروني، ثم يقوم بتدريس درس آخر أو مجموعة دروس أخرى باستخدام أدوات التعلم الإلكتروني، ويتم التقويم باستخدام هذه الأساليب إلكترونيا، ويتم التبادل فيما بينها بهدف أن يكون هنالك تعلم تقليدي إلكتروني في نفس الوقت. النوع الثالث أو النموذج الأخير وهو النموذج الخالص أو الكامل Full e-learning، وفيه نستخدم التعلم الإلكتروني وحده في عملية التعلم والتعليم وكذلك التواصل بين المعلم والمتعلم عبر الشبكة من خلال استخدام أدوات التعلم الإلكتروني بشكل كامل. كان يتعلم الطالب مهارة معينة أو أن يتشارك مع بعض زملائه في إنجاز مشروع معين، وأن نستخدم أدوات التعلم الإلكتروني المباشرة أو غيرها مثل المحادثة، مؤتمرات الفيديو، مؤتمرات الصوتية وغيرها من الأدوات. شكرا لمتابعتكم لي في هذا الدرس، وألتقيكم في الدرس الأخير من هذه الوحدة.